صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانويات العامة والأزهرية ودرجة الليسانس في الحقوق من الذكور والإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية. وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد. وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم. بدء التقديم للالتحاق الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021، ويبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 18/8/2022 ولمدة 18 يوم. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ولمدة 28 يوم. الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 32 يوم. لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في إطار من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم. لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات الآتية: عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية، من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته. بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة. التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم، إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق، ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا، في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون لاختبارات محددة باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكلية الشرطة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم داخل كلية الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ومن طلبة كليات الحقوق والجامعات بمختلف التخصصات هو بمثابة فرصة لهؤلاء للالتحاق بهذا الصرح الأمني التدريبي العلمي المتميز، شريطة اجتياز الاختبارات المحددة ليكونوا حماة أمن المستقبل. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.